الحاجة أم يوسف تتفضل. السلام عليكم يا دكتور. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كنت عايزة أسأل حضرتك، ما بنامش بالليل خالص يا دكتور. طيب على حضرتك حصل وبحلم بكوابيس كتيرة. أنا بنام بصلي قيام الليل قبل ما أنام وبختم بالشفع والوتر وبرضك بشوف كوابيس. حاجة أم يوسف، أنت أم يوسف ده اسم ولا أم يوسف دوت؟ يعني أنت عندك أولاد يعني؟ أنت متجوزة يعني؟ لا يوسف ابني. طب يعني أنت متجوزة؟ أيوه. بقالي 17 سنة. هل حصل في الفترة الأخيرة أي فقد لأي حد من الأعزة بعد الشر يعني؟ لا يا دكتور، بس كنت بشوف فيه حاجات كده في الشقة. طب الحاجة دي قديمة؟ كنت بشوف حضرتك قبل كده مرة. طب الحاجة دي قديمة؟ أيوه. الحاجات دي قديمة؟ ايوه. لو حضرتك يعني ممكن اقول لحضرتك اللي بيحصل لي ده يعني، بس انا عندي مساله سهله جدا. احنا نعمل حاجه لطيفه خالص. احنا دلوقتي قبل ما ننام هنقرا الفاتحه 7 مرات. نفترض ان ده ما راحش من عندنا، يبقى احنا محتاجين دعم نفسي على طول. يبقى اذا قرانا الفاتحه 7 مرات والمعوذتين وقل هو الله احد 3 مرات وده ما راحش، يبقى احنا محتاجين نعمل ايه؟ محتاجين ببساطة إن احنا نحصل على دعم نفسي.